on the number of people killed in the August gas attack, and they all became incorrect. When asked about the accuracy of the numbers, people tell us all to get a part of the classified security briefing. يسع ببيت ومسع آمن حنن الحرية حنن بعد ما نزلت القذيفة بشكل مباشر الشيء اللي ردة الفعل تبعيتي كانت الوحيدة اني انا جريت نسمة من المكان اللي كانت واقفة فيه وضميتها وصارت تحتي انا عملت مثل شكل مظلة بتذكر بس والحالة يعني انه كان في شيء عم بضرب فيني كان في شيء مثل رصاص انا هيك حسيته بالاضافة لحجر عم بتساقط فوقي حملتها لنسمة والكاميرا شغالة وانتقلت فيها لمدخل بناية لأن كان ممكن أنه تنزل قذيفة تانية الشيء اللي بتذكره بس لحد اليوم هو صوت نسمة بس لأني كان بيهمني أنه نسمة تكون بخير هذا اللي صار بهذيك اللحظة فقط هاي الذاكرة الوحيدة اللي بتذكرها الذاكرة التانية كانت هي موجودة بالكاميرا فقط We decided to bring a group of young, motivated filmmakers that, you know, were obliged to become filmmakers during the revolution in order to decide to produce a documentary that would really try to tell the stories of what they have been witnessing and to show to the world that there's a lot of stories that have been maybe told but not really well told. خذ احبي معه بخير روح على البيت هلا رايح اشوف امي من بعيد نور من فتحات ما بعرف شو ربها مين كان فيكم يحكي اجنبي كلياتنا شوي اوكي بدنا نحكي اجنبي Hakawati, who's absolutely remarkable at the stuff he's doing and the films he's making, ought to be seen. Because it picks out the nuances and it picks out issues that sometimes the news, and I sometimes would say often the news, isn't able to capture because they're not embedded and they can't reflect. And theirs is about the immediacy. But what you're getting here is the view from young people, 20 to 35, trying to make sense of their surroundings. He can add what I had. على فكرة. Sitting behind the wall. اجت رصاصة اخترقت الحياة وضربت ايده. الباب هون موجود. Bullet came through the wall and came out. موجود. لمدة طويلة ما بعرف. يوم او اكثر بعدين فك لي ايد وحده بقيت معلق على هاي الايد هون حاليا في خلق عند المفاصل كتفي مخلوع وانا معلق طبعا ما لابس شيء شو اسمه حط الكابل على وصار عندي تشوه بسيط في هذا الموضوع تشوه فالكهرباء كانت دائما مزروعه بجسمي بشكل دائم انا هون فعلا حسيت بالموت لأن كنت مطعون أربع طعنات بظهري وفي جرح براسي بس هيعمل لك يمكن كهرباء معلق أنا وأنا معلق بالهواء أي دائما كهرباء مع الحديد والقصاص هي وحتى كان في علامات وتطفيز أنا هون خلال هاي الفترة الاعتقال الثاني أنا كنت متوقع إنه ما أطلع أبداً